صباح النور يا سيدي، صباح النور سي كيف عزيز. صباحتي؟ صباح مزيان. النور سي محمد. قلنا جينا لديبو خويا بسعيد، نديروا لهم شي فيديو هنا المحل ديما عامر في، يعني ما كنلقاوش راحتنا في الصور. اليوم ان شاء الله غادي نصوروا لكم هذا الملف هذه عمودي، شي حاجه زوينه، شي حاجه اوريجينال. العبار ديالها خويا عبد العزيز، قول لي العبار ديالها شحال باش هذه انت نفس. 2 متر و40 حتى 2 متر ونص باش يا صح، كنعرفوا حيت 2 2 متر متر و40 اخويا راه كافيه وشيطه، يعني حيت فيها العرض فيها متر و60، الثمن ديالها 200 درهم. اللوينات ديالها هما هذوما اللي غادي نوريوك. كاين هذا الكري هذا اختي، ها هو مرحبا. كاين هذا الموطارد هذا، الثمن ديالها 4000 ريال، 200 درهم. واحد المساله اخرى كيسولوا على مليفه بريسيوزه بزاف. مليفه بريسيوزه ان شاء الله راه غادي تكون هنايا نهار السبت، غادي نلوحوها ان شاء الله. استعدوا، راها دخلات، راها كاينه، وحتى اللي بغاها دابا راه ماشي مشكل يمشيو على الدراري الواتساب، راه مصورينها. الثمن ديالها غادي يكون 350 درهم، التوصيل بالمجان. هذه بريسيوزه راه ما عمرها غادي نقصوا فيها الا للمنتخب المغربي خدا كاس العالم الجاي ان شاء الله. هذاك هو الحل الوحيد، يعني راه ما غاديش نقصوا فيها. اللي باغي يشريها غير يشري، والا نقصنا فيها ولا شي حاجه جي اختي خذوا فلوسك، ما كاينش المشكل. يعني كنقول لكم حنا النقص راه ما كاينش. هذه راه 200 درهم وفيها لوينات وفيها ميتشات، يعني كاين لوينات مفتوحين كاين لوينات غامقين. يعني اختي سيدنا رمضان على الابواب، ها هي اختي المليفه 200 درهم، ثمن ريزونابل. كنحاولوا نقتنيوا لكم احسن ما كاين في المليفه. يعني راه فينا ما نصوروا لكم مليفه ديال 50 درهم، ديال 100 درهم، ديال 120 درهم، ديال 200 درهم، لكن حنا ما كنعرفوش نبيعوا ونشريوا في هذاك السلعه اختي، حيت حنا عندنا كليان زوين، عندنا كليان راقي، عندنا كليان كيخسر يعني الفلوس على البياسه ديالو، ما كنقدروش نجيبو بحال هذاك. وزايدون حنا خياطه كنفهموا وكنعرفوا البياسه بشحال كتقرب. ما يمكنش اختي يجيب لك مليفه ديال 150 درهم ولا ديال 100 درهم تصرف عليها 800 درهم ولا 900 درهم وتلوح يا اختي. ها هما لوين نسكفلون وما كاينش شي لون اللي ما كاينش اختي. ها انت في الكومونتير قولوا لي شمن لون ما كاينش هنا. يعني لوينات طوندونس كلهم، لوينات الواعرين كلهم، يعني صغار كبار عيالات رجاله كلشي يلبس هذه المليفه هذه. بالنسبه للرجاله راه 3 متر كتاخذ كتقام عليك 250 درهم اخويا. ها هما اللوينات اخويا. هذاك هو السؤال اللي بغيت نسولك. باقا لنا حتى في شي بلاصه اخويا. اييه باقا لنا حتى في شي بلاصه. مشينا للمحل، كاين عامر الكليان الغوات الدراري ديال الانترنت، جينا للديبو ها هما كينزلوا في السلعه دابا يا الدراري. ها هما الغوات تاع الثاني ياك اسي. خويا اخو الله شنو نقول لك، الكليان يقبلوا علينا. اسكتوا راه كنصوروا، سكتوا نزلوا السلعه بشويه. هاك هاك كاموني انا اخويا محال واش تسمعوني. لا ما يسمعوش راه راسهم قاصحين. كان غير نقول لهم ما تجيبوش لي هذاك الناس ديال جنوب الصحراء تنزل السلعه. ها هو هذا اخويا. شوف اخويا واش كيبانوا لكم الاولى، كلشي لوينات اخويا سبحان زوينين، غير اللي زعما بغيت نوضح اكثر. دابا قلتي الميساج اللي عندك واصل ومفهوم، والكليان ديالنا متبع اخويا سي محمد وعارف داكشي اللي كنديرو. عندي واحد السؤال اللي بغيت نوجه لك يا استاذي العزيز، بالنسبه لهذا الملف حبيبي. الله يسيب شعيب، كنا مزيانين كنا ملاح اعتبروا ميساء كلشي استاذ، ما كاينش شي واحد اللي خسر لك خاطرك. الله يطول لي عمرك يا سيدي، ما تلقاش العيب مع عزيز ما تشوف يا عزيز. مرحبا امر اخويا مسعيد، شنو كنتي غتقول لي؟ هاد المليفه اخويا اللي هضرت عليها سمحان خويا، دابا كيف قلتي عيالات ورجال، اللي بغى يدير بها جبادور يديرها، واللي بغى يدير بها يطرا زوين بات كذلك يديرها، واللي بغى يديرها تقفيطين كذلك يديرها، واللي بغى يخدم الراندا وشي حاجه. يعني بغيت نعرف عليها اكثر. هاد المليفه صراحه هي زوينه، تو كيف كنقولوا الكارونتي ومضمون، والثمن ديالو كذلك هو زوين بزاف. بغيت نقول لك زعما الحوايج اللي نقدروا نستافدوا منها في شحال، لاش تصلح لينا بالعربيه، لاش غتصلح؟ ها انت اخويا مسعيد، هذه راه تصلح جلابه، تصلح قفطان بالطارز، دير فيها الرنده، يعني كتجي سلهام، كتجي يعني بالنسبه للرجال جلابه، قندوره حتى هي تجيهم زوينه رجاليه بالنسبه للجبادور والسروال ديالو. يعني اخويا مسعيد انا كنعطيك واحد الطابلو وانت كتفصل فيه كما بغيتي هذا. يعني واخا. وسؤال اخر سيدي محمد، بالنسبه للوينات بالنسبه للرجال، اش من الاول اللي تقدر تقول لهم زعما اللي كيمشيو الرجال اللي هما كيبغوا الوينات اللي ادمين كيف كنقولوا حنا محترمين متميزين، وبالنسبه للشباب اللي كيبغوا الوينات طالعين؟ يعني تقدر، انا عارف راسي غنطول لك شويه الاسئله وكنت غتحملني اخويا سي محمد شويه، حيت الاسئله هذه اصلا كتجيني من عند الكليان ماشي من عندي انا. مرحبا اخويا مسعيد. بالنسبه للرجال، يعني الرجال اللي بعقلهم، الرجال اللي كيمشيو مثلا يصلي والجامع ياك خويا، الرجال متقي الله راه كياخذوا الكحال. هذا من جانب الدعاء بس ماشي تقلقوني هناك، ضروري خصنا نبسطوا معاكم شويه في الفيديو. يعني الكحال دابا بحال هذا اللون هذا خويا رجالي 100%، بحال هذا الكحال رجالي 100%، ها الطوب اخويا بشعيب رجالي 100%، يعني هذا الخضر ملكي رجالي 100%، هذا بلو بترول ها هو خويا بشعيب هذا كامل ها
اما بالنسبه للوليدات ولي جون اخويا بشعيب يعني شي انستني لي الوانات قلال راه يلبس كلشي يلبس كلشي راه داكشي راه كاين فرق في الفصاله دابا انا نلبس هذا اللون اخويا بشعيب هذاك البيستاج اللون المفضل الحسن الثاني الله يوليه برحمته انا نلبس هذا اللون نلبس هذا اللون نلبس الموف نلبس الموطار حيت كلهم هذوما راه ماشي مشكل غير هو الفصاله ديال الرجال راه ماشي هي الفصاله ديال العيالات فهمتي اخويا بشعيب الرجال كيحتاجوا 3 متر هادشي شوف اخويا بشعيب اييه فيوز الموف بلو جين هاكا سي عبد العزيز حتى ما يبقاش هاكا سي عبد العزيز ها انت سي عبد العزيز شو الوالد خويا ما كاينش ما عنديش اختي فهمتي القوام 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 لا لا ما نجيبكش اختي من وجده ومن الافران ومن تطوان ونقول لك ما عنديش اللوان لا اختي اجي عندي مرحبا والف مرحبا انت خويا بشعيب راه ما كفاتنيش البلاصه فين غادي ندير لكم هاد الوينات كامل ومع عليا دابا غير نختم اليوم السي بشعيب حنا راه جينا للديبو انا باش نحطوا يعني المليفه بريسيوزا والكراب بريسيوزا من بعد ان شاء الله راه غادي تكون كاينه نهار السبت اللي بغات مليفه بريسيوزا اخر ثمن وليفريزون غراتوي 350 درهم مليفه عمودي شي حاجه زوينه وراقيه والثمن ديالها حتى هي ريزونابل 200 درهم حنا ما يعني راه ما كاين العشاق ديال كل بيت وكره كل فول وكيالو يعني الناس ديال 4000 ريال ها هي الناس ديال 7000 ريال راه كاينه الناس ديال 9000 ريال كاينه بالنسبه للناس ديال 150 درهم 100 درهم 50 درهم السلعه راه ما كنديروهاش هذيك كنقول لك حنا بحكم العلم ديالنا بالخياطه وبالكواليس ديال الخياطه وبالثمن باش كتقام الخياطه ما كنديروش هذاك السلعه اختي حيت واخا تخدم عندي 100 درهم ما غاديش تطرح مني غادي تولي ترجع عندي وتقول لي اخويا ضيعتيني الله ياخذ فيك الحق انا جامعه من المصروف حنا هاد الكلام هذا ما كنبغوش نسمعوا اختي انا كنبيع لك شي حاجه كنقول لك اختي الا خسرات لك اجي نعطيك الثوب فلوس ديالك ثوب خياطه قولي لي اختي قال لي زينه وقعد نقدم عند القايد عند الباشا قبل ما تشري من عندي وما كاينش مشكل بالصحه وراحه وتقطعوا تعاودوا ما تنساوش يعني الجيم والكومونتيرات وتبارطاجيو والاراء ديالكم راه شي حاجه راه مهمه بالنسبه لينا بالصحه وراحه وتلبسوا تعاودوا ان شاء الله